نتاع فكاهه الحكايه صرتو انك تشوف معناها جيرانك ويتندروا بالحكايه وانه معناها بعثوا لك اعانات وبعثوا لك مساعدات، تحس بالعجز، تحس بالغبن. ما تنجم تقول حتى شيء، قلبك على حال على حال هالبلاد يزيد يوجعك على قد ما هو يوجعك. بالحق وين ما زلنا ماشي حقا، راهم هما في الاصل 170 كاميونه باش يجيو، البارح وصلوا 96 يعني مازال الخير جاي ان شاء الله. نطمن فيكم ما تفاجئوش، مازال في عنايه ثم كان الخير. والله راهي ليبيا ماشي في حاله استقرار صحيح بالضبط، هذا اللي يعني قسم على زوز ليبيا، الاستفهام الكبيره اللي ليبيا ديجا هي ماهيش في حاله استقرار، قسم على زوز جماعه هكا وجماعه هكا، جماعه اللي هكا بعثونا حوايج يرحم والديهم، اكيد تو يتبعوهم جماعه الاخرين يبعثوا لنا حوايج اخرى، ومازال الخير. والله شيء يوجع بالله، ما تألموش البارح والله العظيم معناها وصلت قريب نبكي، معناها معقول جدا، حتى النوم ما رقدتش مريح على خاطر بالحق حسيت بمرارة كبيرة. صح، انا ملي حالت عنايا في تونس احنا قبل واحنا صغار نلموا في الاعانات للدول الاخرى، معناها قبل نتفكروا تقريب اعانه للدوله الفلانيه من غير ما نسمي، اعانه لهنا واعانه لهنا، ونجيبوا حتى في احنا في الكسكسي والمقارونه باش نبعثوهم وقتها قافلات ونمشي ونمشي. حتى معناها الاخوه في ليبيا اللي صارت الثوره نتاعهم والازمه وهربوا لهنا، معناها نتذكر انا بيدي شخصيا مشيت حتى المخيم الشوشه معناها وكنت هزيت اعانات، ما حبيتش انه احنا جينا اعانات، حبيت احنا ديما نكونوا نعاونوا العباد، خاطر على غالب انا حليت عنايه في دوله تعاون ما تقبلش الاعانات. توجعت تمسيت الحق نتاع ربي، نحب نقول حاجه برك ان شاء الله على الاقل هالاعانات اللي جاء يوصلوا للناس المعنيين. فوالا ما يوليوش تبعي الاحتكار، صح، ما نبقاوش نلوج عليهم في بلايص اخرين، هذه حاجه مهمه صحيح. خاطر بالحق راه اذا كان زاد مشي باش نحكيو عليهم انهم مشاو لجهات اخرى وما ان شاء الله يبيعوهم الناس، خاطر خيبه المسعى معناها كان نمشي غدوه نلقاها تلقاهم نلقاها الاعانه نتاع ليبيا ما في ما عرفش انا في المجازان ولا في بلاصه اخرى، صح صح معناها العار نتاع العار، صح 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 ويزي فيه البركة. أنا تعبت بالحق والله العظيم تعبت، خاطر ما نعرفش والله تتوجع بحق صحيح والله توجع. هو كيعني الوطنية اللي هنا تتكلم كما قلت أنت يعني بعد ثورة بعد بلاد فيها ثم هل يحكموا واللي يحكموا بالله 10 سنين حضارة عريقة ديك يعني مع كل احتراماتنا بيان سوغ راهو للشعب الشقيق ليبيا ويعطيهم الصحة يرحم والديهم راهو ماهوش جدا فكر ولكن هو يقول لك الجار كيش جاره في معناها في أزمة يعاونوا وهما كما يقولوا هذا الفقير بما عنده ربي معناها مشكورين، اما بالحق راهو الناس اللي حكمت فينا 10 سنين واللي مازالوا باش يحكموا واللي يحبوا يرجعوا يحكموا كي يسمعوا هكا ما يحشموش ما يخرجوش من ارواحهم ما يقولوش ايش عملنا اللي احنا نكلنا بالشعب التونسي. صح صح راهو والله 12 سنه تنكل بيها الشعب هذا مسكين على الاخر. ان شاء الله احنا ولا حول ولا قوه. هي تي شوف نرجع قبل وقبل وقبل لما تو موقع عملنا ثوره، الثوره هي تجيب لها الحوايج الباهي. 12 سنة ما همشي شوية عمر عبد لا عام لازو للأسف للأسف مازلنا نشوفوا فيهم على الظواهر هذوما، مازلنا نشوفوا برشا دول قاعدة ان شاء الله تكون اخر يعني تعاون ان شاء الله يا ربي ونعاونوا احنا برواحنا بالضبط، هذا هو المطلوب نثني والركبة ونشمروا على سواعدنا ونخدموا بلادنا خويا، خاطر بالحق يزي وقف الزنقة قبل هذا هو. وان شاء الله دائما نقولوا تفائلوا خيرا تجدوه بقدرة ربي، ان شاء الله هكا كنا نقفوا التونس. يعطيك الصحة أمير، وكانت هذه الأمير قلب ومعبي الأمير قلبه معبي. احنا اكيد بعد ما دائما نخليو الكوتي هذه، ولكن زاد باش نحكيو زاد في الكوتي التنموي، باش نحكيو هكا تنميه، زاد مازال فما خير في الدنيا، مازلنا نجمو ننتجو في تونس، مازلنا نجمو نعملوا مشاريع. الو دائما نخليكم في الاستماع بيان سور كل نهار اربع جي بحثنا مدير فضاء المبادره سي فيصل زيري باش نحكيو على